بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نعمل النهارده اللي هو المينومكس بتاع الكرينيال نيرف ونعمل السكيما بتاعتها بحيث ان احنا نعرف نعرفهم بسهوله. بسم الله. هو اول حاجه الكرينيال نيرف هي حاجه من ثلاثه، يا اما تكون يا اما موتور يا اما سنسوري يا اما بوث. بوث يعني ميكسد، تمام؟ بس ده الاختصار يعني. طيب احنا دلوقتي عندنا الكرينيال نيرف يا اما قلنا يا اما سنسوري يا اما موتور يا اما بوث. فاحنا قلنا الام اللي هي بتاع موتور عشان ما تلخبطهاش مع الميكسد، وبو اللي هي البي يبقى بوث. هما كام نيرف؟ هما 12 على اليمين و12 على الشمال. طب هنحفظهم ازاي او هنعرف المعلومات بتاعتهم ازاي؟ هو السنسوري اس، الام اللي هو الموتور، البوث اللي هو حرف البي. طبعا بما انه بوث يبقى خليهم 4، تمام؟ طبعا تحفظهم ازاي من 1975، بس طبعا مش هتكتبهم بارقام خالص لان الارقام بتاعتهم يا اما روماني، تمام، زي ما حضرتك شايف كده، يا اما تكتب الاسماء بتاعتهم وتحفظها. يعني رقم 1 الفاكتوري، 2 اللي هو الاوبتيك، 3 اللي هو الاكيورو موتور، 4 تولاكيلر، 5 تريجيمينال، 6 اللي هو الابديوسنس، 7 الفاشيال، 8 الفيستيبيوكوكيلر، 9 الاوسوفارينجيال، 10 اللي هو الفيجاس، 11 اللي هو الاكسسوري، 12 هايبوجلوسال. يا اما تحفظ الاسماء الرومانية يا اما تحفظ الاسماء الانجليزي. طيب عشان اعرف اذا كان سنسوري ولا موتور هعرفهم ازاي؟ عندك في جملتين، في جملة كويسة وفي منومك برضو انا يعني ايه وصلت لها قريب. الجملة اللي طبعا هي كانت معناها مش كويس شوية، بس ما شاء الله يعني الدكتور عماد الحناوي يعني ظبط المعنى بتاعها بحيث انه يتناسب معنا ومع اخلاقنا ومع العادات والتقاليد بتاعتنا. الجملة بتقول ايه؟ Some say marry money but my brother says big brains more matter. هتاخد الحرف الاولاني من كل ايه؟ من كل كلمه. يعني سام هتبقى سام سي ماري ماني، هتيجي تطبقها بقى معانا بقى كده هيبقى اولفاكتوري اوبتيك كيلومتر، هتعمل سام سي ماني ماري ماني بات ماي براذر سيز بيج برين مور ماتر، تمام؟ زي ما قلنا كده الاس سنسوري، الام موتور، البي بوست. فتيجي بقى تطبقهم هتلاقي الاولفاكتوري سنسوري. طيب واحد مش عايز يعرف المنومك دي ولا يعرف اي حاجه تانية اللي هو مثلا حاجه من اللي احنا مثلا هنعملها نشرح لكم برده دلوقتي، وعايز يشغل دماغه بس، طيب كويس جدا ممتاز. احنا عندنا دلوقتي سنسوري يعني حواس. طيب حواسنا ايه؟ حواسنا 5 اللي هم ايه؟ السمع والبصر والشم والاحساس، سواء بالاحساس الجلد والتذوق. طيب الموتور اللي هو حركه العضلات. طيب الحواس بتطلع من المكان اللي هو فيه الحسيه للمخ، لكن الموتور بتطلع من المخ للمكان، تمام؟ يبقى اي حاجه مثلا ايه هيبقى فيها مثلا سمع يبقى ديت سنسوري، بصر سنسوري، تيست سنسوري، سنسيشن يبقى سنسوري، اولفاكشن يبقى سنسوري. طيب هتحرك يبقى موتور، تمام؟ ده اللي مش عايز يحفظ اي حاجه خالص ويعني ايه وعايز يشغل دماغه بس. طيب احنا عشان نعرفهم بسهوله كده الشكل ده جميل جدا اهو. 1 اولفاكتوري، 2 الاوبتيك، 3 اوكيلوموتور، 4 هتبص ميديالي، خلي بالك هتبص ميديال لا تروكليير، تمام؟ 5 تراي جيمينال، تمام؟ 6 ابديوسد، هو اسمه كده عشان هو بيبعد عن الميد لاين، يعني ابدكشن عن الميد لاين خالص. ف 6 نعمل رسمها هنا على الخدود اهي، لكن 4 في الميد لاين، يبقى 4 اللي هو تريكلير، 6 اللي هو الايه اللي هو الابديوسد. طيب عشان نعرفهم بسرعه كده، لان 3 و4 و5، 3 و4 و6 دول بيخصوا العين، فالعين كلها بتمد برقم 3، دي قاعدة مهمة جدا، ما عدا SO4 اللي هو superior oblique بتمد بالنيرف رقم 4.
واللاترال ريكتس بتمد برقم ايه؟ برقم 6. تمام، يبقى كله بيمد برقم 3 ما عدا 4 ما عدا سوبيريور اوبليك ب 4 واللاترال ريكتس بتمد برقم 6. احنا كنا وصلنا فين؟ خلاص خلصنا 1 2 3 4 تمام 5 ده تريجيمينال. تريجيمينال ايه؟ بوث. تمام 6 قلنا الابديوسيت، 7 اللي هو الفيشل. فيشل ليه؟ عشان هو بيعبر عن فيشل اكسبريشن. 8 فيستيبيولو كوكيلر، فيستيبيولو مسؤول عن البالانس، كوكيلر مسؤول عن الهيرينج عشان كده اسمه فيستيبيولو كوكيلر. 9 اللي هو جلوسوفارينجيال، جلوسوفارينجيال ده سنسوري وموتور. تمام نجي بقى العشرة، 10 ده الفيجاس ده برضو سنسوري وموتور. تمام 11 اهوت تمام ده اللي هو الاكسسوري، ده بيكون موتور بس اللي هو الحركه بتاعت ايه اللي هو الكتاف دي. 12 اللي هو الهايبوجلوسال، ده بيكون موتور مسؤول عن حركه طرف اللسان في كل الاتجاهات سواء قدام او في الجنب اليمين او في الجنب الشمال. طيب عايزين بقى ان نعمل مونوميك بقى على هيئه ارقام. هو في عندنا سنسوري وموتور وبوث، البوث يعني هو زي التعادل كده 4، يبقى هتحفظهم من 1975. النيرفات 5 7 9 10، 5 7 9 10 الارقام الفرديه 5 7 9 و9 بعدهم 10 على طول. تمام طب الموتور، الموتور هتحفظهم ازاي؟ هما يعني كلمه موتور 5 حروف، فانت هتحفظها 3 4 و11 و12، 3 4 و4 و11 و12 و4 دي بينهم رقم 6. السنسوري لو عربنا حرف الاس بالعكس هيكونوا 3، فاحفظ 128 سنسوري 3 يبقى 128. ام موتور 5 حروف يبقى 3 و4 و11 و12 وبينهم 6. بوث هيكون 4 تعادل، يعني كانك بتقول 1975. يا رب يكون الموضوع بقى سهل، وان شاء الله هنعمل التست في الفيديو اللي بعده.